السلام عليكم، أنا ميلودي، يا رب تكونوا بخير. فيديو اليوم راح يتحدث عن التحديث القادم واللي راح يكون مليء بالجوائز المجانية والسكنات. وقبل فترة نزلت فيديو عن البرومو دايموند وطلعوا هواي اشخاص قالوا انه هذا الشيء ما راح يصير وما حد راح ياخذ ولازم تدز دعوات الاصدقاء ممسجلين الدخول للعبة لمدة 30 يوم، وطلعت الاشاعات والكلام. واليوم انا جاي افنت كل هاي الاكاذيب اللي طلعت، وجاي اثبت صحة الفيديو مالتي من خلال اخر تحديث اجى للعبة، وراح تشوفون كمية برومو دايموند هائلة جدا، اعلى من اي مرة اجى بها هذا الحدث. وكذلك راح نتكلم على طريقة سكنات مجانية وطريقة شلون تخلي سكن قاديتا بصفر جوهرة. بس قبل لا نبدي كل هالشرح احب اقولكم انه احنا عندنا بطولة مان 1v1 وسوينا التسجيل داخل التليجرام، بس هواي اجوا وقالوا ميلودي احنا ما عندنا تليجرام ما نقدر نسجل، يعني نريد ندخل البطولة ومن حقنا نشارك. فشنو سويت؟ سويت انه اعلان ونشر للبطولة على حسابي بالانستغرام، راح اترك لكم رابط المشاركة باول تعليق حتى تقدر تشارك بهاي البطولة. جوائزها بالمجمل راح تكون 5000 جوهرة، وهي بطولة سريعة وحلوة راح تنبث على التيك توك. الفائز الاول راح ياخذ 1000 جوهرة، الفائز الثاني راح ياخذ 500 جوهرة، الفائز الثالث راح ياخذ 300 جوهرة، واما باقي الجواهر فراح نوزعها على المتابعين داخل البث. مثل ما تعرفون احنا كل بث نسوي لازم تكون الجوائز بيه عملاقه، فراح نوزع لكم ستار لايتات، راح نوزع لكم جواهر، راح نوزع لكم اشتراكات اسبوعيه. فكذلك راح اترك رابط حسابي مال تيك توك، لان من الممكن انه البث يكون غدا او بعد غدا ان شاء الله. اما الان خلونا نقول الف مبروك للفائز بعجله الحظ. اذا تريد تفوز بعجله الحظ وتحصل على واحده من جوائز العجله، كل اللي عليك تسويه تحط لايك للفيديو وتشترك بالقناه وتعلق اي تعليق، وراح يتم اختيار تعليق عشوائي. يلا نصلي على حبيبنا محمد ونبلش الشرح. وبسم الله نبدأ شرحنا في فيديو اليوم. من خلال دخولك للعبة راح يطلع لك هذا المنشور أو هذا الإعلان، واللي يقول لك كميات هائلة من البرومو دايموند قادمة للعبة موبايل ليجند، ومن خلال تسجيلك المسبق راح تحصل على 15 برايمو. أما عندنا من تسريبات وأحداث فاللي تقول إنه راح يجي على شكل حدثين، كل حدث راح ينطيك 840 نقطة، يعني 400 جوهرة راح تحصلها بحسابك. واللي يسأل انه شنو راح اقدر اشتري بهاي ال 400، فمثل ما تشوفون راح يكون سعر السكن اللايت بورن بهذا السعر، وكذلك السكنات الابك بهذا السعر، وكذلك السكنات السبيشال والاليت بهذا السعر. فبمعنى انه انت راح تقدر تحصل اي سكن تريده بجوهرة واحدة فقط، بالاضافة الى كميته من البرايمو اللي راح تنزل باللعب. ولا حد يشيل هم ولا حد يشيل بال بالنسبة للبرايمو جيم، فاحنا دائما نوزع جوهرة واحدة من ينزل الحدث. فمن ينزل الحدث مجرد انه نفتح بث مباشر على اليوتيوب وراح نوزع كميات هائلة. وكذلك راح ينزل سكن، راح اخليه مفاجأة، بس سكن سمر بنفس الوقت مال الحدث مال البرايمو جيم، فيعني راح نقدر نجيبه مجانا. اما بالنسبة لسكن قاديتا الجديد فانت حرفيا تقدر تجيبه بصفر جوهرة مثل ما واضح عندك بالفيديو. كل اللي عليك تسوي انه انت تشترك بحدث الكوبونات، ومن تشترك بحدث الكوبونات بستة دولار تقريبا فقط انت راح تحصل على خصومات بقيمة 2000 جوهرة. واللي ما يقدر يشحن واللي يريد يعرف شلون يشحن الحدث فراح اترك لكم رابط متجر كازوها، مجرد تدخل له تقول له اريد اشترك بحدث الكوبونات، راح ينطيك خصومات على احداث حاليه واحداث بالمستقبل. فبدال ما تشتري السكن اللي سعره 800 جوهره واللي يكلفك فوق ال 10 دولار، انت ممكن تشتري الاشتراك كله ب 6 دولار وبالاضافه الى هاي السكنات اللي راح تحصلها. اما الان راح اترككم مع افكتات والوان وحركات سكن قاديتا الجديد حتى تشوفوها داخل الجيم بلاي. اتمنى تكونوا استفاديتوا من المقطع، لا تنسى دعمي بلايك واشتراك، في امان الله.